نبتدي بالكرة المرة دي قبل ما نروح لفريق الساق الواحد، ولكن هذه المرة مع منتخبنا الوطني. أول مباراة تحت قيادة كابتن حسام حسن هتكون يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة، بوركينا فاسو، الساعة 10 بالليل، وده في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. احنا قدرنا نحرز 6 نقاط من المباريات الماضية، سواء ما بين جيبوتي وسيراليون، لكن دلوقتي امامنا بوركينا فاسو، وده ماتش مهم جدا في المرحلة المقبلة. كابتن فاروق جعفر، نجم الزمالك ونجم منتخب مصر، يعني هذه أول مباراة تحت قيادة حسام حسن، الأخبار اللي جاية لك إيه؟ سامع إيه؟ اللعيبة، محمد صلاح طبعا انضم للمعسكر وللتدريبات، قول لنا إيه الأخبار اللي سامعها من المنتخب؟ يعني اولا مساء الخير، ازيكم كل مستمعينك ومشاهدينك. انا شايف ان المنتخب يعني في الفتره دي كل اللي كان محتاجه، يعني حسام كل اللي هو عايزه اتنفذ له. نتمنى ان شاء الله ان حسام يبدا بدايه كويسه، وان شاء الله كلنا بندعمه وكلنا بنوقف معاه، وخصوصا كمان بقى حسام في نظر الناس بقى يعني حته ان هو كان في خلاف مع محمد صلاح، الحمد لله المواضيع دي كلها انتهت. حسام هيبدا بالشناوي ولا مش بالشناوي، بالنص باللعيبه اللي هي بتلعب على طول وجودها في الملعب، ولا هو عنده افكار جديده. لكن الترشيحات ما بتبقاش بنسبه 100%، لكن ممكن نتكلم في ترشيحات. لكن انا مبسوط ان العلاقه بقت كويسه بين حسام ومحمد صلاح، واحنا ما ننساش ان محمد صلاح ده من افضل لعيبه العالم، فلازم نحافظ عليه جوه مع المجموعه اللي موجوده، ان هو هيخلي اللعيبه كلها في الالتزام والانضباط، وان ليهم كابتن وليهم قائد، سواء بره الملعب يبقى حسام وجوه الملعب يبقى محمد صلاح. ودي الافكار اللي لازم يعني تبقى موجوده عندنا، وان احنا نهيئ نفسنا واللعيبه نفسيا ومعنويا ان احنا هنلعب، وان شاء الله هنوصل كاس العالم، وعندنا فرقه كويسه، وعندنا متوسط الاعمار بتاع اللعيبه كويس، وعندنا مدرب كويس صلاح. فان شاء الله بدايه ان شاء الله كويسه لحسام، كويسه للمنتخب. عندنا ماتشين، احنا عندنا ماتشين، ماتش بوركينا فاسو يوم الخميس، ويوم 10 خارج الارض بقى في غينيا بيساو برضو يوم الاثنين 10 يونيو الساعه 7 مساء. يعني الافضل ان احنا نبتدي وسط جمهورنا على استادنا، هل تشعر ان ده ربما افضل ولا ده جمهور وضغط؟ رايك ايه كابتن فاروق؟ هو دلوقتي انا الجماهير حالتين، انا معايا الجماهير ان ده اكبر سلاح بتعامل بيه في ملعبي، ان انا عندي جماهير في مصر بتشجع كويس، والكثافه الجماهيريه اللي بتبقى موجوده في الملعب بتخض اي فرقه. لكن نتمنى ما دايما ياثرش على اللعيبه، ان هم قبل كده لعبوا امام مثلا 100,000 و120,000 والحاجات دي كلها. نتمنى المره دي اللعيبه بتعبر عن نفسها، ده هي اللعيبه لازم تنجح الجهاز البدايه عشان نبدا نبني بقى للمستقبل بشكل كويس. اللعيبه لازم تبقى نازله الملعب مع تشجيع الجماهير، مع التعليمات من المدير الفني مع حسام، يعني يبقى بيكلم اللعيبه او بيوجه اللعيبه بشكل كويس من بدايه المباراه. انت بتعبري عن نفسك ان انت عايزه تكسبي، ودي اهم حاجه، ان انت تبقي شايفه المنافس بتاعك ده قوي. عشان يبقى قوي لازم اعيش ان انا مركز بشكل كويس، معنويا معنوياتي تكون مرتفعه، بدنيا اكون جاهز بدنيا، النواحي التكتيكيه والخططيه في الملعب تكون بشكل جيد، والتنظيم يكون بشكل جيد، وده حسام شاطر فيه. فان شاء الله كلنا بندعمه وكلنا واقفين معاه. البدايه يوم الخميس ان شاء الله جماهير مصر ان شاء الله كلها هتكون موجوده في الملعب، كلها هتدي دوافع للعيبه من بدايه المباراه. شخصية اللعيب المصري واللعيبة العالميين واللعيبة المحترفين في أوروبا الموجودين جوه المنتخب بيعبروا عن شخصيتهم إن شاء الله من بداية المباراة، إن إحنا مصر إحنا عايزين مش عايزين نقول إحنا أقدم فرقة في الكورة، لا، إحنا أقوى فرقة في الكورة لما نكون مستقرين ومركزين وبنأدي المباريات وليها هدف ان شاء الله الوصول لكاس العالم. بوركينا فاسو يعني لعب 7 مرات مع المنتخب المصري، 5 مرات احنا فزنا فيها، ومواجهتين بالتعادل، لم يعني الحمد لله لم نهزم من قبل. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين ناخد ادي الجدول المجموعه، احنا عايزين
ناخد المباراتين لو احرزنا او كسبنا المباراتين كابتن فاروق خلاص 12 نقطه احنا كده تصدرنا، احنا متصدرين المجموعه طبعا، لكن ده خلاص كده لو خدنا الستة بونت التانيين كده نحقق الوصول لكاس العالم ولا ايه؟ بشكل كبير هنحقق الوصول. هيبقى احنا الفرقه الوحيده اللي عندنا 12 بونت، اللي ما فيش حد، الفرقتين اللي احنا هنلعبهم ورا بعض هما اللي يعتبروا منافسين لينا. اما نخلص بوركينا فاسو بعدين غينيا بيساو، احنا اللي الماتشين دولت لو احنا كسبناهم يبقى احنا عندنا 12 بونت، ودولت هم هيبقوا متعطلين. يعني ممكن المباراه اللي ممكن غينيا بيساو تكون تكسب ولا حاجه، لكن اللي احنا المنافسين الحقيقي هو بوركينا فاسو. فلو كسبنا بوركينا فاسو احنا هنعطله وهنبتدي نتقدم بشكل كبير قوي، ان احنا عندنا اللعيبه تهيئ نفسها للمباريات دي. وتبقى عارفه ان المشوار ده بدايته مباراه بوركينا فاسو. لو كسبنا بوركينا فاسو وغينيا احنا وصلنا بشكل فوق ال 70 80% لكاس العالم ان شاء الله. شايف دي مجموعه صعبه ولا سهله كابتن فاروق؟ لا مجموعه مش قويه، لا لا، ده احنا يعني الحمد لله يعني المجموعه دي مناسبه لحاله التجمع اللي احنا فيه واللعيبه اللي احنا فيه. فاللعيبه ان شاء الله ما عندهاش اعذار، وان شاء الله اللعيبه هتأدي بشكل كويس، وان شاء الله اللعيبه هتنجح، وان شاء الله مصر هتوصل كاس العالم ان شاء الله. غياب فتوح ظهير ايسر، هل عندنا مشكله في البوزيشن ده في المكان ده؟ عندنا مشكله وانا كنت بتكلم فيها يمكن برضك حسام مظلوم فيها. ان اولا عندنا محمد حمدي جات له اصابه، بعدين بعد كده فتوح جات له اصابه، فاحنا ما عندناش باك ليفت. وحمدي برضه عنده ايقاف، حمدي بعيد مش موجود، فدي يمكن الاثنين دولت يعملوا لنا عطله. فهو ورمضان صبحي بقى موقوف، بس هو مش لا عمر كمال ده. هو جاب عمر كمال جاب عمر كمال اول امبارح بعيد عن التدريبات. عمر كمال يمكن الماتشات اللي لعب مع النادي الاهلي كمساك ولا ظهير ايسر ما كانش موافق فيها، هو بقى له فتره ما مش موجود. اتمنى ان هو يعني ما يبقاش عبء، يبقى عبء على عمر كمال المباراه اللي جايه. نبتدي نفكر، حسام طبعا عنده اكتر من حل، ده منتخب يعني يجيب اي يعني يجيب يلاعب اي لعيب من ناحيه الشمال. احنا المباراه اللي جايه دي بالنسبه لنا قويه المباراه، بس احنا في ملعبنا واحنا عندنا اللعيبه الافضل واحنا عندنا اللعيبه الاحسن. فكل لعيب عايز يلعب فعايز يثبت وجوده، فحسام ما يبقاش قلقان، يبقى عارف ان اللعيب اي واحد بيحط بيلبس التيشيرت بتاع مصر يبقى عايز يبقى موجود وعايز يعمل نجاحات وعايز يبقى يثبت وجوده في المنتخب. ودي الفكره اللي موجوده عند حسام. فهو عنده مشكله بتاع الباك ليفت دي ان شاء الله هو يحلها، يعني هو اقرب للعيبه مننا يعني. شكرا كابتن فاروق جعفر، نجم الكره يعني، ملك النص ونجم الزمالك والمنتخب.